انواع التفتيش الاخرى. ايه التفتيش كاجراء تحقيق ده؟ يعني تعمد البحث، تعمد التنقيب للكشف عن جريمه واقامه الدليل. شفتم؟ تعمد البحث والتنقيب في ملابس الشخص، في امتعه الشخص، في سيارته الخاصه، في مسكنه، بحثاً عن جريمة. ده اللي بسميه التفتيش كإجراء تحقيقي. هذا التفتيش كإجراء تحقيقي أفرق فيه بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن. تفتيش الأشخاص كإجراء تحقيقي لا يكون إلا في حالة من ثلاثة: حصراً، واحد، رضاء المتهم، اثنين، تلبس، ثلاثة، إذن من السلطة المختصة. لا يجوز تفتيش الشخص تفتيشا تحقيقيا بحثا عن الجريمة وإقامة الدليل إلا في كم حالة عندي؟ ثلاثة. إذا لم تتوفر واحدة من الثلاثة دول تدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات وما عسى أن يكون قد أسفر عنه من دليل. كم حاجة دلوقتي كم قيد للأشخاص؟ ثلاثة هم. تبوا المساكن لا يجوز تفتيشها إلا في حالتين اتنين فقط. المساكن، أنا ما أقولش الأماكن الخاصة، المساكن. إرضاء زائد إذن. إرضاء وإذن. إرضاء من مين؟ من حائز المسكن. من حائز المسكن اللي بيقيم فيه بشكل معتاد. أنا أعطي الرضاء بتفتيش مسكني. وفي غيبتي تكون لزوجتي. في غيبتي تحط تحت الحته دي 100 خط: الزوجه وكيله عن زوجها بالنسبه لحيازه المسكن في غيبته. يبقى لو هو موجود، ودي كانت اخر قضيه اشتغلناها الاسبوع اللي فات، وحصل خلاف بينه وبين زوجته، اختها بلغت البوليس، طلع البوليس فوق: انت ليه محتجز البنت دي؟ انت ليه مختطفها؟ الست قالت له: اتفضل يا سعاده البيت، تعالى خش على اوضه النوم. شالت المرتبه، الحشيش اهو. تعالى ما اخش على الحمام، الصنداره دي افتحها، فتح، ادي البندقيه اهي. خدنا براءه في القضيه دي ليه؟ لان الرضاء صدر من الزوجه بالتفتيش في حضور مين؟ في حضور الزوج. يبقى الاجراء هنا ماله؟ باطل. صدر ممن لا يملكه. لكن لو ما كانش الزوج موجود يبقى كان يصح ولا ما يصحش؟ يصح. صحيح ممكن بقى ندفع بشوع الاتهام او ندخل دخله ثانيه، لكن تفتيش المسكن يكون من القائم فيه بشكل معتاد. الحته دي المشرع واحكام القضاء استثنت منه حته. الخليله صاحبه الراجل اللي صاحب الشقه ده او حائزها لها ان تسمح بتفتيشه. ارد عليه قصده. لا يستفيد الملوث من تلوثه. يبقى المسكن هنا يجوز تفتيشه في كم حاله عندي؟ اثنين: رضاء، وده يستبعد كتير. لأنه لابد أن يكون رضاء صادر عن حرة واعية، صريح قاطع على بينة من أن من يطلب التفتيش لا يوجد بيده ما يبرر القبض والتفتيش بدون رضائه. دي أحكام محكمة النقض. يبقى بمفهوم المخالفة لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. خلاص متفقين في الحتة دي؟ يبقى أدخل المسكن في كام حالة؟ اثنين: رضاء، إذن، تلبس. وأنا طالع على السلم شميت مخدرات أقدر أدخل؟ لا. بس خلي بالك بقى، عندي حاجة مستخبية في جنبي كده اسمها الضرورة الإجرائية. الضرورة الإجرائية. عشان أحكي لك في الضرورة الإجرائية دي هفتح قوسين كده وأكلمك عن ثلاث طوائف لمأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي ثلاث طوائف، منهم صاحب الاختصاص الشامل بكافة الجرائم في نطاق اختصاصه الإقليمي، السادة الضباط وأمناء الشرطة الموجودين في قسم الأزبكية اللي احنا تابعه هنا دلوقت، يختص بكافة أنواع الجرائم فين؟ في دائرة الأزبكية. خرج من دائرة الأزبكية، دخل في باب الشعرية، يتجرد من صفة الضبط القضائي ويبقى رجل سلطة عامة.
لا يقدر يملك لا القبض ولا التفتيش، صح كده؟ اهو ضابط مباحث شبرا مصر دخل محطة مصر، لقى جماعة صعيدة معاهم الشنط والسلاح باين منها، تلبس، يقدر يقبض فتش؟ ما يقدرش. امال يعمل ايه بقى؟ يتحفظ. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الشامل، اختصاصه فين؟ في دايرة اختصاصه المكاني. خرج اتغدى عند حماته في الدايرة اللي جنبها، يبقى رجل سلطة عامة، باستثناء ما يسمى بالضرورة الإجرائية. ركز معايا جدا في الحتة دي، دي موجودة كتير جدا في الواقع العملي بشوفه. باستثناء الضرورة الإجرائية، أهي تصور إن المكان اللي قدامي ده هو اسم الأزبكية، وأنت موجود هنا وفي إيدك سيجارة فيها حشيش بانجو. الجريمة وقعت فين؟ في دايرة الأزبكية. أول ما شفتين رجعت خطوتين ورا بقيت في دايرة شبرا. باي باي. جميل بيقول لك أنت كده رجل سلطة عامة، أقول له لا، ده أنا هتعقبك في شبرا وبنها وطنطا والإسكندرية. لأن الاختصاص بدأ صحيح فين؟ ها؟ شفتم الضرورة الإجرائية؟ أهي. طالما ارتكبت الجريمة متلبسا بها في دائرته أتتبعه إلى خارج الدائرة. لكن أنا موجود في الدائرة بتاعتي في آخر حدودي هنا، هو واقف في دائرة الشرابية الناحية التانية بيدخن سيجارة. أقدر أقبض وأفتش؟ ما أقدرش. إنما أنا سجل سلطة عامة أعمل إيه في الحالة دي؟ أتحفظ فقط. عاوز اخد فكره الضروره الاجرائيه دي واطبقها على المسكن. انا قلت لا يجوز تفتيش المساكن في حاله تلبس. انا لقيت الولد ده واقف قدام الشقه بتاعته قدام البيت بتاعهم وفي ايده سجاره بنك. حاله تلبس موجوده ولا لا؟ تمام. الولد فاهم اجراءات جنائيه، راح دخل جوه وقفل الباب وراه. ادخل وراه الباب. ادخل وراه، شفتم بقى الضروره الاجرائيه. ادخل هنا عشان اعمل ايه؟ القي القبض عليه وافتشه. واضبطوا ما يظهر عرضا. دخلت جوه لقيت ابوه راقر قاعد ماسك الشيشه وبيدخن حشيش، اقبض عليه. واضحه الفكره دي؟ لا يجوز تفتيش المساكن في حاله التلبس مطلقا. كويس. عندي طائفتين تانيين من مامور الضبط القضائي. واحده منهم اسمهم ذوي الاختصاص النوعي. الاداره العامه لمكافحه المخدرات، الاداره العامه لابحاث التزييف والتزوير، الاداره العامه لمكافحه الاداب العامه. ده يختص بهذه النوعية من الجرائم على مستوى القطر المصري كله. يبقى ضابط المباحث اللي بتاع الأليوبية راح طنطا بتاع المخدرات وشاف واحد معاه بندقية، تقوم حالة التلبس ويقبض عليه ويفتشوا بحثاً عن توابعها وما قد يظهر عرضاً. لكن هو ماشي لقى واحد شافه بيدخن مادة مخدرة اللي هو اختصاصه، لكن افترض انه شافه هو يحمل سلاح بدون ترخيص، هل له صفة الضبط القضائي بالنسبة له؟ لا. يعمل إيه في الحالة دي؟ يتحفظ عليه فقط. يتحفظ فقط. ويتحفظ عليه لغاية وقت إيه؟ ركزوا جدا في الحتة دي. يتحفظ عليه لغاية وقت إيه؟ يتحفظ عليه لغاية وقت إيه؟ لغاية أقرب مأمور ضبط قضائي. في صحن جامعة عين شمس الوالد بيشرب حشيش. رجل السلطة العامة تحفظ عليه إنه في حالة تلبس ما يقدرش يقبض عليه، مش كده؟ أول أمين شرطة يقابله على البوابة يسلمه. هو قال لا، ده أنا هاخده بقى أروح أقابل به المأمور بنفسي. الإجراءات من باب جامعة عين شمس لغاية الويلي باطلة، قبض ماله باطل. لو تخلى في هذه الأثناء عن المادة المخدرة مادة مخدرة تانية لا تقوم حالة التلبس. لأنه كان في حالة قبض اعتباري اعتباراً من باب جامعة عين شمس لغاية لما راح فين؟ اسم الويل. يبقى أنت تتحفظ كرجل سلطة عامة، اللي هو أنتوا برضو كأشخاص زي رجل السلطة العامة. أنت لو شفت واحد بيدخن حشيش من حقك أنك تتحفظ عليه وتقتاده لأقرب مأمور ضبط قضائي. لو تجاوزته وكان معاه مادة مخدرة تانية وتخلى عنها، تخلى عنها تحت ما يسمى بالقبض الاعتباري. لأنه ما كانش يقدر يتحرك. واضحة الفكرة دي؟ الطائفة الثالثة من مأمور الضبط القضائي ذوي اختصاص عام على مستوى القطر المصري. ضباط مباحث وزارة الداخلية اللي هم موجودين في مصلحة الأمن العام، يختص بكافة أنواع الجرائم في كل جمهورية مصر العربية. يقبض ويفتش في حالة التلبس في أي جريمة. مأمور الضبط القضائي ثلاث طوائف، منهم اللي يهتمنا قوي طائفة ضباط الأقسام. أنت متمتع بهذه الصفة مكانياً بالدايرة. زمنياً ملهاش سقف. الصبح، الظهر، بالليل، في العيد الصغير، في العيد الكبير، في مولد النبي، في شم النسيم، يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي. يبقى المساكن لا يجوز تفتيشها في حالة التلبس.
افتشها في حاله من اتنين، يا رضا يا اذن. بس خلي بالك بقى ان كل تفتيش للمسكن يستلزم دخوله، العكس لكن ليس كل دخول يستلزم التفتيش. دي قاعده اصوليه تبقى عندك على طول، كل تفتيش يستلزم الدخول، مش كده ولا ايه؟ اهو، لكن ليس كل دخول يستلزم التفتيش. الست بتصوت جوزي بيضربني، ماس كهربي في حريق، البيت عيل السقوط، تعالوا يا بتوع وزاره الداخليه، دخلوا الضباط هنا، دخوله صحيح لكن هل دخول تفتيش؟ كويس، ده التفتيش كاجراء تحقيق اللي انا اتكلمت عنه.